أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتناول تدريبات على نص الخلق للكاتب مصطفى لطفي المنفلوطي. نيجي للسؤال الأول، يقول الكاتب: فالخلق هو شعور المرء بأنه مسؤول أمام ضميره عما يجب أن يفعل، لذلك لا أسمي الكريم كريما حتى تستوي عنده صدقة السر وصدقة العلانية. ألف هات مرادف شعور وجمع ضمير ومضاد الكريم. شعور معناها إحساس، وجمع ضمير ضمائر، ومضاد الكريم البخيل. ب: بما عرف الكاتب الخلق كما فهمت من الفكرة السابقة. أدام قال لك في الفكرة، في العبارة لازم أرجع للفكرة والعبارة وأقول له عرفه بإيه. الخلق هو شعور المرء بأنه مسؤول أمام ضميره عما يجب أن يفعل. ج: ما الجمال في قول الكاتب السر والعلانية؟ طبعا كلنا عارفينها، بينهما تضاد يوضح المعنى ويقوي. السؤال الثاني، يقول الكاتب: وجملة القول أن الخلق هو أداء الواجب لذاته بقطع النظر عما يترتب عليه من النتائج، فمن أراد أن يعلم الناس مكارم الأخلاق فليحيي ضمائرهم وليثبت في نفوسهم الشعور بالرغبة في الفضيلة والنفور من الرذيلة. ألف هات مرادف الفضيلة، فضيلة معناها الخلق الحميد، ومضاد يحيي يميت، مفرد النتائج النتيجة. نيجي للسؤال ب: بما عرف الكاتب الخلق في العبارة السابقة أيضا؟ عرفه هو أن يؤدي الإنسان واجبه بدافع من ضميره بصرف النظر عن خوف من عقاب أو انتظار لثواب. كيف نعلم الناس مكارم الأخلاق؟ إذا أردنا أن نعلم الناس مكارم الأخلاق فلنعمل على تربية ضمائرهم ونحيي ضمائرهم كما قال الكاتب، ونغرس في نفوسهم حب الفضيلة وكره الرذيلة. دال وضح الجمال فيه فليحيي ضمائرهم. ده أسلوب أمر غرض النصح والإرشاد وتصوير جميل للضمائر بكائنات حية. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة